طيب ناخد مدام أسماء. ألو. ايوه، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله. وبركاته، اتفضلي. أنا كنت بسأل فضيلة الشيخ بدر سؤال مهم جدا. اتفضلي. أنا كنت بقالي، يعني أنا عندي 34 سنة وأنا ما كنتش بصلي أو ملتزمة، كنت كتير بصلي وبقطع، يعني مش ملتزمة بالخمس فروض. تمام. وكان دايما لما بيحصل معايا مثلا حاجة كويسة أحس إن ربنا كرمني في حاجة، فكنت بصلي ركعتين شكر ربنا، طيب. ودايما الصلاة في دماغي، يعني اللي هو أنا نفسي ألتزم بالصلاة. والحمد لله الحمد لله، أنا بقالي 3 شهور ما فوتش فرض في الصلاة، وقررت إن أنا الحمد ألتزم، لله. وهو قرار، يعني حتى لما بكون بره أو كده بصر إن أنا أصلي. يعني قولي لي بقى يا أسماء، اتفضلي. مثبتك على الصلاة فرقت معاكي في إيه داخليا؟ فرقت معايا ان انا بقيت مرتاحه نفسيا جدا، مش حاسه ان في حاجه مقلقاني من اي حاجه، يعني انا حاسه ان انا بعمل اللي عليا، يعني حتى يعني اكيد انا مقصره في حاجات كتير، بس الصلاه مخلياني نفسيا مرتاحه جدا. تمام. انا كنت بس عايزه اسال، الصلوات اللي هي فاتت السنين اللي فاتت دي كلها ان انا ما كنتش مهتمه بيها، هل في ليها يعني حاجه او تتعوض او ده؟ ده سؤال. السؤال الثاني ان انا دلوقتي احيانا وانا بصلي ممكن أفرح. تمام. ممكن ايه؟ او ممكن اسرح، او تسرحي. انا صليت، او انت، انا صليت كام ركعه، تمام. فبصلي انا من نفسي، انا ما اعرفش ده صح ولا غلط، فبعيد بصلي ركعتين تاني زياده في نفس الصلاه علشان ابقى مطمنه مثلا ان انا كده تمام. اوكي. ده سؤال تاني انا كنت عايزه اساله. والسؤال الثالث ان انا لما باجي اصلي لو ابني بيلعب جنبي وانا فعلا بعدته بعيد بايدي شويه علشان اكمل الصلاه، او ان هو بيجي يقف قدامي، هو ابني عنده 2 سنين يعني مش مستوعب، هل ده كده حرام او حلال ولا حاضر. ايه؟ ومعلش سؤال تاني كمان بقى. اتفضلي. دلوقتي انا لما باجي اصلي وبكون ساجده بقول سبحان ربي الاعلى، انا بدعي بطريقتي، يعني ما بقولش صيغه الدعاء اللي هو اللهم اني ارجو، دعاء بتدعي باللي في قلبك بينك وبين ربنا. يعني يا رب كذا، انا نفسي، فانا بقول جواه طريقتي اللي هي باللغه العربيه فصحى، او يعني مش عارفه، انا بحس ان كده بيطلع مني الكلام طبيعي. تمام. كنت عايزه اعرف برضو حكم الكلام ده كله. ميرسي جدا جدا جدا. نورتينا. ميرسي، ربنا يخليك. ربنا يتقبل منك يا رب. الاستاذه اسماء عايزه حلقه لوحدها. بس اسئلتها كلها جميله ومهمه. طبعا. طيب. بالنسبه للصلوات اللي فاتت حضرتك، مثلا لو انه في 2 3 ما صليتهمش، عندنا 3 اقوال. القول الاول ان حضرتك تصلي مع كل صلاه لمدة 3 سنين أو 2 سنين، الفترة اللي أنت قطعتيها، وده أصح الأقوال واللي عليه الجمهور، ولو عرفت تعمليه يبقى كويس جدا، يبقى أنت خده جبت الفول مارك. طيب، لأ صعب عليا أصلي كل الصلوات، عندنا قول تاني في الفقه الإسلامي بيقول كتري من السنن، ولما تكتري من السنن قوم تكسير السنن ده يجبر لك ما فات، وده برضو نقوله للناس اللي مش قادرة تصلي باستمرار عليها فترة طويلة، يعني انها تكسر من السنن 4 قبل الظهر و4 بعد و4 قبل العصر و2 بعد المغرب وهكذا، فهذه السنن تجبر الفوائد. في قول ضعيف جدا في الفقه بيقول ان التوبة تجب ما قبلها، لكن احنا لا ننصح بهذا القول، انما نقول اما ان حضرتك تصلي مع كل صلاة لمدة الفترة اللي انت قطعت فيها، او انك تكسري من السنن، فهذا على قول فقهي يجبر لك ما مضى. السؤال الثاني موضوع السرحان في الصلاة، يعني السرحان في الصلاة، يعني حضرتك إذا كان قصدك بيعدي عليك بعض الأوقات بتبقي مش منتبهة، فربنا سبحانه وتعالى يعفو عن هذا ويغفره. لكن إذا كان حضرتك قصدك السهو في الصلاة، السهو معناه أنك بتتلخبطي، هو أنا في الثالثة ولا في الرابعة ولا في الثانية ولا في الثالثة، هنا بنسأل سؤال ونقول ده متكرر ولا بيجي كل حين ومين؟ لو كان بيجي كل فترة متباعدة يبقى حضرتك على طول بتبني على الأقل، يعني كل 6 شهور كل شهر بيحصل لي الموضوع ده، يبقى لما يجي لي يعني خاطر إن أنا في ثالثة ولا في رابعة خليها ثالثة واسجد للسهو عشان أبقى بنيت على المتيقن، ما يبقاش وسواس قهري، ما يبقاش وسواس. لو بيجي بقى على طول حضرتك على طول لمحت الوسواس، لو بيجي على طول يعني كل صلاة بيجي لي فيها أنا في الثالثة ولا في الرابعة، أنا في الثانية ولا في الثالثة، أبني على الأكثر. لو جالي قال لي أنا في ثالثة ولا في رابعة يبقى في الرابعة وأسلم على طول عشان أقضي على مسألة الوسواس.
طبعا ابنها بيلعب جنبها. بالنسبة للأطفال عندنا قاعدة شرعية بتقول إن الطفولة ترفع الأحكام. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجي يصلي، فسيدنا الحسن يقف على ظهره ويركبه كده، يعمله زي حصان يعني. فسيدنا النبي مش عايز يقوم من السجود، فالصحابة تعجبوا، فبعد الصلاة انت طولت في السجود ليه يا سيدنا رسول الله؟ قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني عملني كده زي الجمل، فأنا سبته يستمتع يعني ويلعب براحته. فالطفولة ترفع الأحكام. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأمامة بنت السيدة زينب حفيدته، يشيلها ويصلي بيها، حتى ولو يعني أعزكم الله ممكن تكون البامبرز مش نظيف ولا حاجة، ما يحصلش حاجة. الطفولة ترفع الأحكام، زيحي الواد زي ما أنت عايزة، شيليه وأنت بتصلي، حطيه وأنت اعملي أي حاجة مع الأطفال لا تبطل الصلاة. تمام. مسألة الدعاء ما فيش مانع من حضرتك تدعي باللي يخطر على بالك. باب الدعاء على السعة، يستحب أن الإنسان يدعو بأدعية القرآن. ربنا اغفر لنا وارحمنا، مثلا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الأدعية الجامعة الواردة في القرآن. لكن لو إن الإنسان بيجي على باله حاجة فبيقولها هذا شيء معين هو عايز يطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، فما فيش أعتقد حواجز بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى نقدر نقول اللي احنا عايزينه.